فوائد الانتر مدلل رينيلينج ايه؟ رقم واحد ان هي بتقلل البروستيال ستريبنج، زي ما شرحنا في الاول وقلنا في بروستيال بلاد سبلاي في انتر مدلري بلاد سبلاي، هي بتقلل البروستيال ستريبنج او بتقلل الانجري للبلاد سبلاي البروستيال. تاني حاجه بتليمت السوفت تيشو دامج، يعني ده عمليه كلوزد، عمليه بسيطه كلوزد، مش بنفتح الرجل عشان مش بنعمل اوبن ريدكشن، يعني احنا في معظم الحالات بنعمل كلوزد ريدكشن. لها بايوميكانيكال ادفانتج لانك بتقدر تكنترول الالاين ترانزليشن سبليسمنت اللي موجود والروتيشن بتاع الليج. بتقدر تعمل ايرلي رينج اوف موشن، يعني من يوم العمليه على طول بيقدر يعمل انكل دورس فليكشن وبلانتر فليكشن، وفي نفس الوقت بيثني الركبه ومن اول يوم. طيب ليس ماليونيون وشورتنج اقل من الكونزرفاتيف تريتمنت، يعني نسبه الماليونيون اقل، نسبه الشورتنج اقل، يقدر يهيل بدري ويعمل ايرلي ويت بيرنج. وحاجه مهمه كتير ان هو يعتبر بوسيبل شيبر، ارخص. ارخص ازاي؟ العيان اللي انت معاد 6 شهور في البيت ده من الشغل، طب انا اعمل له انتر مدلل رينيلينج وارجعه الشغل بعد شهر ونص، بعد شهرين. علشان كده بقى ريكومندد لكل الحالات او معظم الحالات انك تمشيه بانتر مدلل رينيلينج، الا اذا لو انت لقيه ان بليس كسر ان بليس هتجبسه شهر او شهر ونص يبتدي يحمل على رجليه. ندخل شويه في التفاصيل. احنا هنعمل نيل، النيل اللي احنا هنعمله ده لوكد ولا نون لوكد؟ يعني في لوكد سكروز ولا نون لوكد سكروز؟ اختاروا ايه؟ ايوه افضل طبعا هنعمل لوكد نيل اللي انتوا بتعملوه كل يوم. لوكد نيل اللي هو فيه لوكد سكروز ليه؟ يعني اللي فيه لوكد سكروز ده بيتاح لك روتيشنال كنترول، بدون اللوكد سكروز اللي موجوده انت مش متحكم في روتيشن، ده انت مدلل رينيلينج. فلو حطيت نيل كده نان لوكد، واخد بالك، ممكن يحصل روتيشن حتى بعد ما تثبته. الحاجه الثانيه بيبريفنت الشورتنينج، انت مثبته تحت وفوق، فلو انت عندك كومنيوشن في الكسر ده وحاطط نان لوكد نيل وقام حمل على رجليه هيحصل كولابس، تمام؟ فده بيبريفنت الشورتنج. اخر حاجه بيتيح لك الدايناميزيشن، بيتيح لك بعد شويه انه يكون ثابت في بوينت والدايناميز النيل، يعني تشيل المسامير من ناحيه، بعد ما تشيل المسامير الدستل او البروكسيمال ايا كان، تشيل المسامير الدستل مثلا، تقدر تقول له ايه، انت عملت دايناميزيشن للنيل في حاله النون يونيون او ما لحمش كفايه، فبيتيح لك الدايناميزيشن. اما النون لوكد نيل اي نعم بتتيح الامباكشن، ولكن ما بتتحكمش في الروتيشن، الروتيشن ده ايشو كبير، انت مثبت عشان الروتيشن. يبقى انت في العينين دول هتعمل انهي نوع من الانتر مدلر نيل؟ لوكد نيل، لانه دي اهميته، بيحافظ على الروتيشن. حاجه ثانيه بيبريفنت الشورتنينج، وفيه ميزه انك تعمل دايناميزيشن ليتر اون لو احتجت. تعمله ريمد ولا ان ريمد؟ في انريمد نيلز، يعني تدخل بريمر الاول ولا ريمد نيل؟ الريمد بتستخدمه في معظم الكسور سواء كلوزد او اوبن، كانوا زمان يقولوا ايه بلاش تستخدمه في الاوبن فراكشر عشان بيندنجر البلاد سبلاي زي ما قلنا، والاوبن فراكشر ممكن يكون حصل فيها بروستال ستريبنج، فالبروستال ستريبنج هيؤثر على البروستال بلاد سبلاي. طب انت تعمل ريمنج للكنال كمان تؤثر على الاندوستال بلاد سبلاي، لما انت حرمت العظميه دلوقتي من بلاد سبلاي. لو ان بيحصل ريجينريشن المدلل بلاد سبلاي ده في خلال شهر ولا شهرين، يبقى بقينا معظم الكسور ايفن الاوبن فراكشر بنستخدم فيها ايه؟ الريمد نيلز، لان الريمد نيلز بتتيح لك استخدام لارجر دايمتر، فانت كلما استخدمت نيل مقاسه كبير الدايمتر بتاعه كبير، كلما الاستفنس كان اكبر، كلما كانت نسبه الفيلير اقل، كلما كانت الاستابيليتي، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا كايشو اليونيون، الاستابيليتي عاليه، يبقى احنا برضو نحو استخدام الريمد اكتر ايفن في الاوبن فراكشر. مش كل الجريدز اوف اوبن فراكشر، ولكن مثلا
لحد 3A ممكن نستخدم الايه الريمد. طب الان ريمد ممكن نستخدمها لو عندك ديجري اعلى من كده فيها بيروستيال ستريبنج، لكن المشكله بتاعته اليونيون لانه مش انتش واخد لارجر ديامتر يعني الاستابيليتي اقل. الحاجه الثانيه ان هو ويكر سهل يتكسر زي افكت اوف فريمنج هاز انفرس ريليشن شيب ويز ذا ديجري اوف سوفت تيشو دامج. كلنا بنعمل انتروكنج نيل، حد بيحطه على جهاز شد؟ محدش بيحطه على جهاز شد. انت بتنزل رجل العيان جنبه، دي طريقه صح ودي طريقه صح. ممكن تعلق نايب بدل ما تعمل ايه الشد، يعني ممكن تتعلقوا كلكم. طيب تعلق حد يساعدك او تستخدم اكسترن فيكسيتور يعمل لك تراكشن للكسر ده لحد ما ايه ما تثبت. انما دي الطريقه الصحيحه والاسهل انك تحط بلستر كده تحت الركبه وتثني الركبه وتدخل بالاول. وانت داخل بالاول اهم خطوه في العمليه ايه في عمليه النيلينج دي؟ انتري بوينت. بس ده اهم حاجه في العمليه كلها، تدخل بانتري بوينت صح، لان ده عمليه سهله بسيطه. تمام. ايه رايكم في الكسر ده؟ كسر زي الفل، نيل اهوت وتثبت ولحق هيلحق ان شاء الله. طيب هل في دور الفليكسبل نيلز في السن الصغير؟ في السن الكبير اسف، هل في دور الفليكسبل نيلز في السن الكبير؟ بقاش ليها دور بعد الريجيد نيلز اللي موجوده دي اللي هي اللوكد نيل. قبل كده كنا بنستخدم مالتيبل نيلز زي الرش بنز او حاجه زي كده، انما الفليكسبل نيلز دلوقتي سواء اندر سواء رش بنز سواء نانسي نيلز دول بقوا خاصين بالاطفال اكتر. طيب كومبليكيشن اوف انتر مدلري نيل، اشهر كومبليكيشن بتجي لك في العياده بعد ما تعمل انتر مدلري نيل؟ نيبي. دي اشهر حاجه، انتيرو نيبي. اشهر كومبليكيشن هي الانتيرو نيبي، وما لهاش علاقه بالابروتش بتاعك عملته ازاي، ترانستندينيوس او ميديال باراباتيلر، ايا كان الابروتش اللي عملته هيشتكي بنيبي، لانك انت داخل من تحت الفات باد على طول اللي موجوده تحت الكاب او اللي موجوده تحت الباتيلر ليجامنت، طبيعي ان هو يشتكي بنيبي. ده الموست كومن كومبليكيشن. في اذر كومبليكيشن هتيجي منك انت بقى، زي نيورولوجيكال انجري للسفنس اللي موجود ميديا المسمار بتاعك البنطه بتاعتك وهي طالعه، او شورال او كومن برونيال البنطه وهي طالعه. مش لازم تخرم رجل العين لحد ما تطلع من السكن، تعدي بس بالراحه يبقى في سنسبيليتي شويه. فاسكولار انجري، وده موجود عند البوستيرو لو في نيلز، بعض النيلز تحلك انك تدخل بانتروبوستيرور دايركشن، لو طلعت بوستيرو وعديت فيه الفاسكولار ترايفركيشن عند السوليال ارش، ده حته مزنوقه فيها البلاد سبلاي، فلو دخلت في هذا المكان ممكن تعمل انجري للبوبليتيال ترايفركيشن. ده سيرمال نكروزز اتكلموا عنه كتير قوي فترات سابقه، هو ملوش رول كبير قوي. قال لك مع الريمينج ممكن يحصل ثيرمال نكروزز، وبالتالي يحصل نكروز في العظم ده او البلاد سبلاي بتاعه بيتاثر. الحقيقه الريمينج بيتيح لك الاستيوجينيسيس، او اللي هو يعتبر بيطلع لك الاستيوبروجينيتور سيلز جوه الكسر ده، يعني بيساعد الهيلينج. ده مشكله الثيرمال نكروزز دي، يعني لازم تكون انت حارق الدريل اللي بقى عمال طالع داخل طالع داخل جوه البتاع عشان توصل للديجري بتاع الثيرمال نكروز. ما هياش كومبليكيشن كبيره الحقيقه. طيب اكسباندد انديكيشنز، ده احد الاهداف من المحاضره النهارده. اكسباندد انديكيشن للانترا ميدلري نيلينج، هل ممكن تستخدم في البروكسيمال سير ديفراكشر انترا ميدلري نيلينج؟ بعض الناس بيستخدمه. هل ممكن تستخدم ديستال سير ديفراكشر انترامدلري نيلينج؟ انترامدلري نيل اول ما اتعمل هو معمول ليه؟ ايه؟ عشان الميتشافت، عشان الاسبس. اول ما فكروا فيه كونشر وقابله كانوا بيفكروا انك ترشق حاجه جوه المدله بحيث تتحشر في الاسبس في النص. فهو معمول مين للنيل؟ عشان الميتشافت فراكشرز. فهل انا ممكن اكستند الانديكيشن ده واعمل بيه بروكسيمال فراكشرز وديستال فراكشرز؟ اه، ولكن ويز بروكوشنز. نرجع بقى للاناتوم. في عندنا حاجه اسمها اناتوميكال اكسس وميكانيكال اكسس. في جوينت اورينتيشن لاين معدين كده ترانسفيرس لحد الانكل، وما بينهم بين بعض
اناتوميكال اكسس. اناتوميكال اكسس معناه ايه؟ يعني الاكسس اللي موجود في نص العظميه دي. فالاكسس اللي موجود في نص عظميه التيبيال اناتوميكال قريب للميكانيكال بيطلعوا قريبين للسنتر اوف ذا جوينت، يعني في النص ما بين الاثنين ايمننس دول، او اقرب شويه للميديال ايمننس اللي موجود في الركب. لو انا جيت حطيت البروكسيمال فراكشر وطلعت من نفس اللاين ده، الجزء البروكسيمال ده رومي واسع، فمن تحت اصبح النيل ثابت جوه المظله ولكن بيتحرك من فوق لان الجزء الميتافيزيال ده واسع. ففي الوقت ده انا هغير الانتري بوينت بتاعتي، بدل ما امشي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بوينت اخرى وهي اللاترال تيبيال سباين، لان في عندي ايشو كبير لو انت دخلت تو لو او تو ميديال بهذا الشكل. الكسر بتاعك هيدخل في فالكز وهنا هيدخل في بروكر فيت، عشان لو دخلت كلاسيكال هيدخل منك الكسر في فالجس بهذا الشكل. ليه هيدخل في فالجس؟ لان الشافت متثبت جواه النيل، انما فوق واسعة فهتقوم فالجسها الكسر. خدنا بالنا من النقطة دي؟ يبقى لو عندك بروكسيمال فراكشر ده عرضة ان هو يدخل منك في فالجس، فعشان ما يدخلش في فالجس قوم عامل ايه؟ داخل من الانتر بوينت بتاعتي، تبقى الريفرنس بتاعي مين؟ هو اللاترال تيبيال سباين مش الميديال تيبيال سباين. في تكنيكس اخرى ممكن نتحكم بيها في الفالجس انجل اللي حصلت دي. الجزء الرومي سواء بروكسيمال او ديستال، الجزء الواسع ده هتثبت كسر بروكسيمال او ديستال، ممكن نحط واتس كول بلوكينج سكروز او بولر سكروز. ايه البلوكينج سكروز دي؟ احنا هنحط سكروز انتروبستيرو في الانتروبستيرو دايركشن عشان تضيق المظله، فما تضيق المظله تقوم تفورس النيل ان هو يدخل انترمدلري في نفس الالاينمنت بتاعه. بنحطها على انهي سايد؟ بنحطها دايما على الكونكيف سايد سواء بروكسيمال او ديستال، ماشي؟ يبقى دي احد الحيل الاخرى اللي ممكن تضيق بها الكنال المدلري دي عشان ما يدخلش منك في فالجس او فالجس. ايه؟ قبل ما تدخل بالنيل طبعا تحدد مكانها. دي البلوكنج سكروز اللي ممكن اتغلب بها على الحكايه دي بهذا الشكل. اهو دخلت بلوكنج سكرو بهذا الشكل فاتاح لي الالاينمنت. هكون كيف سايد على الناحية يكون كيف سواء فوق أو تحت. كسر زي ده عندنا ده إيه ده؟ كسر فين في التيبيا؟ الفيبلا سليمة داخلة بفيروس. حد يعرف ليه؟ طب لو عندك كسر زي ده في أدلت كده وفيروس محتاج تعمل إيه؟ نكسر الفيبلا. ده جزء مهم إنك تكسر الفيبلا عشان تألين الإيه؟ الكسر بتاعك بإنترامدلر نيل، وده شكل الإيه؟ بلوكنج سكروز. حط دول من بره. بلوكنج سكروز هنا اتحطت على انهي سيرفس؟ كونكيف. ف معاك حق، حطها على كونفكس، على كونفكس سايد. يبقى اكوردنج اكوردنج للنيل اقرب يروح فين؟ لان انت لو نازل هنا انترا مدلري، لو نازل هنا انترا مدلري تمام، وحاولت اظبط الديستل دي هتروح فين؟ ميد شيفت، او هتنزل في السنتر اوف ذا انكل، يعني يبقى مظبوط. طب انهي جزء المفروض يبقى بلوكد، الميديال ولا اللاترال؟ المفروض اللاترال عشان ما يسمحش بالفيروس اللي كانت موجوده، صح كده؟ يبقى انت بتختار ايهما السايد اللي تحط فيه. كلاسيكالي بتحطها على الكونكيف سايد. الاوبشنز بقى بالنسبه لنا هنا بتاع الاخرى، بليتنج اوف ذا تيبيال فراكشر، هل ممكن تعمل ميد شافت بليت؟ ما بقاش ميد شافت يتحط فيه بليت خلاص، انما لو انت ديستل او بروكسيمال فانت بتحط بليتنج. والبليتنج دلوقتي بقت انواع كتير، كان زمان النارو دي سي بي بس هو اللي بنركبه ونعمله كونتورنج، اما دلوقتي في اناتوميكال بليت للديستل، في لوكد وما الى ذلك. طيب الاكسترنال فيكسيتور ليه دور في التيبيال فراكشرز؟ ليه دور مهم جدا خاصه في الاوبن فراكشر او السوفت تيشو انجرز العاليه، سواء اكسترنال فيكسيتور او اليزروف بهذا الشكل. كومبليكيشن بتاع الفراكشرز دي طبعا قلنا اهم حاجه فيهم ايه؟ النيبين. اكتر حاجه بعد ما تثبت هيجي العيان ده يشتكي من النيبين. انما في عندنا كومبليكيشنز اخرى زي ريفلكس سمباثيك ديستروفي اللي بنقول عليه سودكس اتروفي. سودكس اتروفي
حاجه تانية كومبارتمنت سندروم، نيرو فاسكولار انجري، كل دي انسلتس مهمه جدا وخطر جدا بالنسبه للعينين دي. بعض العينين دول يحصل لهم كلوتو ديفورميتي. بتحصل ازاي الكلوتو دي؟ يحصل كونتراكشر في الانتير كومبارتمنت، بيحصل كونتراكشر يحصل كلوينج للتويست.